نعم. كيفية سجود الشكر؟ هل يحتاج إلى تكبير وتسليم؟ وكم عدد السجدات؟ سجدة الشكر واحدة ولا يشترط لها أي شيء مما يشترط للصلاة، فهي كسجود التلاوة، هما في الحكم سواء، لا يشترط لأي منهما أي شرط كالطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم ونحو ذلك، وإنما إذا فوجئ بنعمة سجد فورا كما هو وحمد الله بما تيسر له على ما أولاه من تلك النعمة شكرا له. كذلك إذا تلا آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة سجد فورا، سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، سواء كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا القبلة، دون تكبيرة إحرام ودون تشهد وسلام. نعم.